يمكن أجمل كتاب انكتب من خلالنا كلنا. مرحلكن على إيد مين رح يوصل؟ طبعاً حاكم بهالأمة. وحسيت إنه لازم نحط هالكتاب، منه موجود بعد بالعالم. The Book of Devil، كتاب الشيطان. اجتني هالإحساس، قلت لازم أكتب هالكتاب. ما بسترجي بالعربي يعني، تعرف، ولكن رح يكون بإيد الشيطان الأكبر، لأنه إذا ما في شيطان رحماني ما في شيطان رجماني. تتذكروا لما إجا واحد لعند رابعة وقال له عندي القرآن؟ قالت له نعم. قال له رابعة في شي ولد صغير لاعب بالقرآن هون؟ قالت له لا أنا. قال له ليه في كلمات شلتيه؟ شو هي مش حطيهن هون؟ قالت له كنت فتش وين في الله. هلا فتش. قالت له هيدا هو كله القرآن؟ قال لا لا. قالت له الخلفاء ما شالوا وحطوا وغيروا. وقال لهم الحبيب لا تكتب القرآن يا عثمان ليقرأ كل منكم قرآنه. بلغ ايه؟ انت القرآن، انت نور واخلاق بتمشي بين الناس يا عار العالم. كان في اجتماع عن محمد بدون اي لقب، وعن علي ما في ولا عربي. العالم العربي الوحيد هو محمد كيلاني. ما راح اجوا لعنده سالوه سيعود ولو على يد كافر، لأنه الإسلام هو الفطرة، الرضا والتسليم، نهاية العلم والتعليم. ما بقطع صوم تصوم ولا بقطع صلاة تصلي. هلأ هالكتاب موجود على الموقع، ويمكن ما بعرف هاللحظة، بس بعرف إني ما بعرف، بقدر أقوله The Book of Devil. إذا بتقروها بالإنجليزي في كلمات حلوة كتير، evil بتقروها هيك live، devil lived، والشيطان الأكبر بهالكرة الأرضية هو اللي غير في القرآن الكريم، ما حط العدد العربي، the Arabic number، حط تكتب عربي هيك أبجد هوز، وبتكتب 1 2 3 من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار، مؤامرة وقعت على المسلمين. تماما تكبر عمنا الحكمة. الإسلام one hand clapping، تكتب عربي عربي، بيكبر العلم ولو كان محدود وواسع كتير، ولكن بتكبر الحكمة اللي ما إلها حدود. وخافوا إنه العرب بخلفوا كتير، إذا كبرت عندهم هالحكمة بيحكموا العالم. يحكموا العالم بالحكمة. أهل ذمتنا قبل أهل أمتنا. الخلفاء كانوا يا أمير المؤمنين، نحن يا أمير المنافقين ويا ملك المنافقين. هالكعب من هالعجين. نحن السبب. كل اللي عم بيصير بالعالم أنا السائل وأنا المسؤول، والحق علي والحق معي والحق فيي والحق فيك. تعوا نلحق هالحق اللي فيك وفيي. ما اكتفينا هالدمار الشامل، في طاقة بحلب اسمه باب الكوثر رقم 11، ما فيكن تاخدوه. هيدا باب منو مثل البواب هيك، هيدا لب الألباب. ما حدا عنده هالعلم، هالعلم كان عند أنطون سعادي وجورج غيرجاف، اجوا ودرسوا مع الكواكب بحلب وعنده الكشف. مثل ما الحبيب قال لها بنته انت اول ناس لحقتيني، ام ابيها اسرى بعبده يا ساريه الجبل. هلا العلم موجود على بيت الله محمد كيلاني وكم واحد.
ما بنطلع شي 5 بهالثلاثة مليار عربي. بيعرفوا من أخطر الناس هالمرض. نعم. مش لأني أنا قوية، لأن أنتوا ضعف. إسرائيل منا قوية، نحن الضعف. نحن عقليتنا بين إجرينا، هن بين. حكموا العالم 14 مليون حكمونا بالصروية وبالحرمية وبالطرطي به وبالطرطي به. نادرا بلبنان ما شوف واحد ما عم بدخن وما في إدمان، مش بس بالدخان. هالإدمان بيروح وهالدخان بها. ما حد عنده العلم. أتحديكم، ما بقى أتحديكم، بصرميتي بعتذر منها بأي ذنب أضربه بإلي هالصرمية. غار حراء وغار الثور وكليل غار على راس المسيح. صرنا عار، شلنا النقطة. أنت النقطة وأنا النقطة، وأنا الموجة وأنا المحيط. هل أنا الكونية فيك وفيك؟ بس ما عنا علم، ما بنقرأ. إذا بقلكن أسئلة العرب شو سخيفين، ما بصدق هيك وبدي لومك. أنت ابني وخيي ورفيقي. ما فت عبيتك أنا. إذا بدي أشتغل بشي مطرح بهالعالم العربي، بكون خادمة بمطار الكويت، كنس ومسح وإجلي وأطبخ وبني. ما بنسى كيف استقبلتوني آخر مرة رحت. الأرمني هون وهديك هون وهديك هون دخيل. هلأ بالكويت ما في إنسان بيسترجي يحكي علم. غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم. إذا بقلكن شو أسئلتكم سخيفة، هيك وصلتوا لهون. قد ايه دفعت مصاري لهالبنت باسرائيل تعملت هالمطعم الميكروبيوتيك وهالطاوله وهالاكل؟ كله كذب ونفاق. مما يليك بدنا ناكل في سوق بالكويت، بحسدكن عليه. ما في حدا بالكويت. في غنيمه الفهد قالت لي، صارت هيك غنيمه. نحن بلبنان بعد عنا ذرة من الحرية. مشان هيك لبسيني قال بتنصح بسوريا بس بتجي بتنوي. ها هيدي الوحيدة هالحضرة بهالعالم العربي. وكيلاني رح يضل يجي. وعلى هالمحطة اللي عندها هالبرنامج منه منحط والباقي كلهم منحطين. هيدا وحده من طين. في كل شيء قالته مريم نور هون على هالمحطة. من الجزيرة، من الام تي في، من كل اللي طلعت معه. اذاعه والتلفزيون. مين بيسترجي هلا؟ اي اذاعه بتسترجي تحط مريم؟ سليمان فرنجيه؟ هيدي الك صوت الغد قالوا لي. وطلعت كم مره وقنت. هلا ما بيسترجوا. حتى انا عم بدفع يعني لكل الاعلام، لولا قهر الحال لما بعتوا بالمحال. ما في رئيس عربي استرجع حط هالمرأة. من ليبيا انا 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 كلكم تستضيف واحد امريكاني ما بيفهم قد صرميتي. تبعت له طيارة خاصة وملايين الدولارات تيحط لك علم the power of now. يا خي القرآن كله مبني محطوطة. المسيح قال له الآن أنت معي، واهتزت الأكوان. شو هالعلم؟ ليش انفقد؟ لأن نحن الحق علينا. هيدي إلك بدي أقولها. سولانج جميل، بتتذكري وقت اللي شافني جوزك على الطريق بالأشرفية؟ أشرفية وأشرفيك. وقفت سيارة ونزلت أنت قعدتي ورا وأنا قعدت حده ووصلني على الباب. لأنه احترم هالمرة وحدة اللي قلت له أنت غلطان. كان في مجلة اسمها الحسناء، آخر صفحة مريم تكتبها اسمها. الو الو مع الحمار، الو مع الكلب، الو مع البسينه، الو مع هيك. وفي نهار عملت الو مع بشير الجميل. تلفن قال لي ما اخذت رايي. قلت له انت لبنان كله بايدك، اخذت رايي؟ اعتذر وسكنت بقلبي يا بشير. نورك هون.
شو عم تعملي هلا انت وابنك وبنتك؟ ترجعوا احياء الموتى؟ علميا ودينيا المسيح قال ومحمد قال والعلم عم بيقول ثالث يوم ما بتذكروا الميت بتشيلوا صوره وبتشيلوا ثيابه كلهم. وقت اللي بنتك سبقتنا مايا انا كنت على صوت لبنان ونزل جوزيف الهاشم قال لي مطحني اياه على الهوا كنت. انتبه. قلت له ايه؟ اول كلمه طرقتها انت وبيك وخيك وكلكم. قالت لك بابا باشو تعا شوف شو في بالسما ايتام مثلي. عملت لها طل لطشه. ما بدنا حرب بدنا حب. ما بدنا حزب بدنا حب. شيلوا لي هالحرف اللي بالنص. ننتبه شو يعني المقاومة. ما فيك تقومها للمقتاية ولا كلب لنا بالكلب. المقاومة بنفسه بس هي الصراط المستقيم، هي الاستقامة. ما فيني غير حدا أبدا، أنا بأوسخ بنية وبمن فيها. وإذا حدا كرم أمه لصاحبة البنية هالمرة وجيت من أمريكا أجار جديد، تعجب المحامي لما شافني من 40 سنة أجاري 4000 دولار، كان 7 دولارات بعدين عملون 800. جيت أنا تفضل تفضل. وهلا قلت له ما زال هيك؟ وقت ما في أخلاق في قانون، بس أنا بتعامل بالأخلاق. هيك عشت وبعدني عايشة، بس شفت الأخلاق فت فيها وما فيني اتغير. مشان هيك ما بطلع من البيت نادرا انت اشتري شي غرض واجي. اخ بقول له يا صاحب الدار، بيقول لي انا فيك، بقول له فيك كل الانوار والاسرار. شو عم نعمل؟ احياء الاحزاب هلا؟ نحن المسيحيين؟ المسيح منه مسيحي ولا محمد محمدي ولا علي علوي ولا بودا بودي. نحن مش قطيع مش خروف نلحق الناس. بتتذكروا هالقصة؟ من حلب طلعت. جورج بيرجيف درس بحلب. قال له شو سمعت هون؟ قال له سمعت عبد النور قال بالعين. قال له هيدا اسمك؟ بتموت بكندا بتموت هون بيقتلوه. حط هالقصة. طلع بأول خروف قال له ليك بس تشوف خروف عم ينتبح، أنت منك خروف أنت أسد. ليك بس تشوف خروف انت نمر، انت فهد، انت انسان رجال، انت امراه. صدقوها كل ما حدا عم يندبح يعرموا هن ويمشوا بين الناس. كلنا مصدقين هيك انه نحن شيء مهم كثير. عندي في اي بي حوالي حرس وبادي جارديه هيك وعاشوا الخلفاء. قال وين قصر عمر؟ عمر عمر قصر الأيسر هي تحت الشجرة. أمكم الأرض وعمتكم النخلة. هالهارموني هالتناغم بينك وبين الطبيعة. قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وين في عمر؟ عم بمر العمر وين؟ درهم والدولار والدينار والعقار. بكتاب ذا ديفل كتاب الشيطان العلي منا بالميل اعطوني كل اموالكم. ما بقى في شيء مجانا عند مريم نور ابدا. بتتفعل وبتبعت بالويسترن يونيون 1000 دولار بقبضهم. مش هيك انه بعثت لك على حسابك بالبنك؟ ما عندي حساب بالبنك. بقبضهم وبتلفن لك. ما راح سميك تلفن واحد اللي ولو ما انت عم تاخذي مليون دولار كل شهر من التلفزيون قد ما بدفع هون قليل. عطاني هالحريه عندك عطاني 200 دولار 200 الف دولار بالشهر قلت له بتعطيني الحريه اللي هون؟ قال لي لا. قلت له حاشو بتعرف انا عم بتلقى من هيك؟ قلت له شو معه؟ رجع دغري. قلت له حط 10000 دولار. قال لي و20 كيف عرفتي؟ قلت له ها فوقه وانت غني كثير روح اعملها العلم. في اسمه فويس ثيرابي علم الصوت. أرحنا يا بلال دق الجرس وربع الجرس. قالوا تقروا؟ أنا ما عندي غير الكتاب. ما بتذكر يوم ما بقرأ أو ما بكتب. ما عندي صديق بعد واحد منصور
ايه وبلبنان هلا في اثنين ان شاء الله يرجعوا من دبي، ايش حطوا لي اياهم؟ وبشار انطون ايش حطوا؟ بشار الاسد انت شخصيا جيب هالصبي، هذا ابنك بنروح وابن سوريا، لا شو قاعد هونيك بدبي؟ لانه ما بحب يفوت على الجيش. عنده هالعلم، عنده هالكشف، عنا كثير قليل، ما بنطلع عشرة بأمة المليارين 3 مليار. المسيح ما لقى حدا، بس هلا العالم كله قرية وحدة تشيك. عشان هيك ما برد بقى على سؤالاتكم السخيفة وعلى ايميلك تشينجر بينجر اندرسكور باندرسكور، هي كلها بكبها. بس اي ام فيري هاي دكتور ان سعودي عربيا. شو اللي قدام دكتور؟ كل الألقاب انطب. وعلم آدم الأسماء، من منكم محمد؟ مرة أبدا ما بنقول صلى الله عليه وسلم وسبر شبر 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 لسماع علي وعرب ثورج علي علي محمد محمد رابعة رابعة خديجة خديجة مريم مريم. أسماء بالمعمودية بغيروا لنا الاسم. خذوا كله، هذا هو جسدي، واشربوا، هذا هو دمي للعهد الجديد. هون الموت والقيامة، بتموت كجسد كإنسان وبترفع الميزان. ما في موت، لم نخلق ولم نموت. حاجة نشتغل سياسي ودناسي ونجاسة، هيدا بشد بالمسيحية الموارنة، هي بالمسيحية الروم، هي بالمسيحية 100 طائفة وطائفة 72 ملي بالنار، الملي علي صارت. نرجع إلى الكتاب خير جليس، ما بقرأ غير أوشو، خلص سكرتهم كلهم. من ابن 9 سنين فات على المسجد وحط سر لا إله إلا الله، اهتزت اجت الإشارة، قالوا له لجده هيدا شيطان؟ قال لهم يس I am a divine devil. قالوا له أنت مسلم؟ قال لهم لا أنا صوفي من أهل الذكر بس ما بنتمي. الإسلام هو الرضا والتسليم. محمد قال له أنت مسلم؟ قال له لا. سكت وكلم. قال له أنا مؤمن. شو فرق؟ قال له هي بكذب هي ما بكذب. نحن عنا الكذب ملح الرجال، وعيب على اللي بيصدق. واليوم ما في لا رجال ولا مرأة. تعالوا شوفوا بلبنان بالأشرفية يا عار العالم وين وصلنا. ما بقى في أحط من هالانحطاط. هيك صاروا بناتنا وشبابنا. شي بقرف الأشكال. هيدا مستوانا، انطوى واستوى واطوي عنا بعده. عشان هيك الحضرة الوحيدة ما معي قلم وورقة، هيدا بيطلع بيخطبها نديم الجميل. انت واختك وامك وبيك حي فينا، عود بحي وحط بيت صغير هيلينج هوم. وبيجوا لعندك هالاطفال هالمرضى اللي عم بيموتوا وما يعرفوا يعيشوا ويعرفوا يموتوا. اختك مايا كانت بهالطريق وماتت كرمالنا وكرمال بيها. شيل كل هالسياسة وبس شوفك شخصيا بقلك شو معك من وجهك. ريكتاب يور فيس نيفر لايز. كل ولادنا بسببنا بيو رئيس جمهورية ولازم بهم رئيس جمهورية. وين راحوا بيت كندي؟ وين راحوا بيت الجمعية؟ شو السبب؟ وين راحوا بيت الصلح؟ فكروا فيه لعنة. نعم، شو السبب؟ مثل ما بتزرع بتحصد. لازم تكون في اي بي يعني مهم وناس حواليك. منين يا اللي معك؟ بتشتريهم بتنكة بنزين وب $100 بهزوا لك ايدك، واربع سنين بصيروا وراك كلاب عم تنبح. الكلب احلى، بينبح وبينكح بلا ما يروح ياخذ اذن. بس نحن صرنا دون النفس الأمارة بالسوء، أقل من الحيوانات. يا بتكون دون الحيوان أو أعلى من أي ملائكة.
حي قيوم مع الحي القيوم، هذا هو مقامك. خلقت الخلق لأعرف، كنت كنزا مخفيا. مين بينسى بيك يا مين الجميل؟ أنا بي، والأرمن ما كان يعرف يقوله بيير جميل. بي يروح يفيق بيك بالليل ويخضع الفرمشية ويعطي أدوية لبي، تبي يروح عالنهر عند هالأرمن، وكان الدواء بيشفي، مش مثل هلا أدويتنا كلها مريضة، الهواء كله ملوث، أكلنا كله ملوث، خلص ما بقى في شيء أورجانيك ولا في شيء طبيعي. عم الفساد الأرض والعبيد والبلاد والعباد. هلأ الداء والدواء بالنوايا، إنما الأعمال وبالنيات، وما حدا عنده هالعلم لا بلبنان ولا برا إلا هالمرة الصرمية اللي كلكم بتسبوها 99% علم النوايا عندي ببيت ما لسه أبي حدا. أهلا وسهلا فيكم عبيتنا بيت ضيق بساعة ألف صديق، وإذا لقيت مجموعة صغيرة بنقعد بنرجع بنتعلم، مش تنشفيك من السرطان. انت المرض والمريض، انت الحبس والمحبوس، انت السبب وانت العلة، انت كل هو فيك تعمله. من اشهر الاطباء شيري روجرز حطت هالكتاب ومريم اللي طبخت، The cure is in the kitchen، العلاج في المطبخ. دواءكم غذاؤكم وغذاؤكم دواءكم. تعجبت بس قلت لها هذا هو الإسلام وهيك قال محمد. اثنين ميم بمحمد واثنين ميم بمريم، وشو هو حرف الميم؟ حي ومين؟ حقيقة محمد. كان أحمد وصار محمد. هون فعل واسم وصفة، هذا الجفر. بالمسيحية بغيروا لك اسمك، وفي الإسلام محمد غير كثير أسماء. بطلب من كل الاطباء يطلع لنا شي كم طبيب ما يضل وحده مشايل حته في لبنان. دكتورز لوك ات مايكروبايوتكس، تركوا الطب كلهم. في واحد بالامارات، واحد بلبنان، بالسعوديه ما في حدا، بالكويت ما في حدا. في امه العرب ما حدا. وقت كنت باليمن ومعك علي عبد الله صالح. بشكر بنتك وصهرك وابنك وكلكم. في واحد فاتح مستشفى وأنا رحت أعطيت دورة هونيك، المشلول والأعمى والمكرسح وكله. قال لي قولي له يعطيني 3 مليون دولار مليار دولار بسكر المستشفى. ما استرجعت تحطني على التلفزيون 3-4 مرات. والقذافي هيك قال لي بعد بوش شخصيا ما إجا يشحطك. كلكم بتخافوا، هيك عملنا بأوشو 21 دولة فات. قالوا لي يا بدنا نقتلك يا بدنا ندفع الدين لأمريكا، وكلنا مديونين لأمريكا. إذا أنت مديون لأمريكا أنت كلب عند أمريكا. داي النار هدي نار. كونوا أحرار، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت. نيال من إله مرقد عنز بجبل لبنان عنا بالخنشارة كوخ، ورح نحط كم كوخ. أهلا وسهلا فيكم، ما تجوا تتصحوا من السرطان. ما بدي مريض وما بدي مرض، بدي إنسان. صرت مثل ديوجين عم فتش على إنسان، ما عرفنا نعيش نعرف نموت. دغري منحفر ومنطم من التراب إلى التراب. ما بدك وسيط. فإذا نقعد ونشوف كل ما شفت شيء، هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا نحن. كل شيء صح والغلط هيدا ميزان بسببه، ما فيني غير حدا، بس نفسي ثم نفسي ثم نفسي. طين قطع نفسي. أهلا وسهلا فيكم على البيت. هلأ إذا بقول رقم التليفون بصيروا يدقوا. 99% من الناس بيبقوا قاعدين عم بيطلعوا على الهيل بإيدهم، هزوا بيدخنوا بيشربوا بياكلوا وبيركضوا ورا سترينج. ولي خي الحمار بده سترينج واحد، بس أنت بدك مليون سترينج. ماشي منو الموجودين، ما في حدا بيتناغم معي. بس انا ما عم بحكي مع مكنة آلة، عم بحكي معكم. كل واحد بيشوف حاله هو آلة، صرت مكنة مثل المكنة اللي عم تشتغل فيها. ما في تناغم ابدا. انت آية خلقك الله بعيناي، انت آية الكرسي، مش تقعد على الكرسي. إذا بقلكم شو عم بتعذب بالأشرفية، ضجيج بالنهار،
ضجيج وموتورات بالليل، وهي اللي بيغني بالليل كل الليل بيرقص وبيغني، قال ايه له حق بساعتين، وبيجي لعنده الدرك وبيبرطل الدرك، بيشتري ب 20 ليره وبفل الدرك. يعني شو بدي اعمل؟ لازم احط ايديني قطن. ان شاء الله قريبا بكون بتونس، ويمكن عم بيقولوا لي من الرئيس لفوق بخال خدمه نقدر نعمل بيت من عنكبوت كثير على اللي بيموت. العنكبوت اجت وخيمت على اقوى المخلوقات. بدي ناس اتناغم انا وياهم دخيلكم، ما عم لاقي. ما لقيت حدا يجي يصور عندي بالبيت من قلبه. وقد ما ادفع بيبقى غير مطرح يعني. لخيتني عم تناغم، عم بحكيك حقيقه ما فيك تتناغم فيها. قال لي 100 شكوشه 300 سنه بدهم العرب يا مريم تيفهموا صفحه من كتبك. قطعي الامل من امه العرب كلها، هيك قال لهم اوباما، وهي اللي جاي ورا اوباما، قال لهم كل العرب شلون وكل السود بدوا اليهود حول العالم، ويهود يلي بامريكا وشوي هيك بس، وهو مرموني لازم يكون مسيحي، ها لازم يكون مسيحي. افصلوا الدين عن الدوله، إنسان ما عنده دين عنده أخلاق. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. هالعلماء اللي منوا موجودين بالعالم العربي واحد أو اثنين، وين في عنده المحمية؟ وين ما كان إلا بأمة العرب. العالم لا ينتمي إلى أرض ولا إلى دين ولا جسد ولا اسم، عالم كوني. العلماء يلي ورثته الأنبياء. بس ما بقى في تناغم، مشان هيك اذا بدنا نتناغم مع بعضنا ما نعض بعضنا. نحن مش لبعضنا، هي اكبر كذبه. كون لنفسك، والنفس وحده تعرف تتواصل بالنفس.